شباب اهلا وسهلا بكم في بعد جديد قناة بيبليت. اليوم حيكون عندنا فيديو بين ايش اسمه الفرس المجنح والحصان الصوري. يا رب يا رب ما يقطع الفيديو طولي، يعني لو طلع طولي حتصير مشاكل. عندنا فيديو بالغلط نزلناه، يمكن احذفه. بين المجالد والموج طلع طولي. عندهم غيره في النوع الغيادي ثلاثة نزالات جولات. الجولة الثالثة حتكون في الحلبة المفتوحة. كده انتهت الجولة الأولى بفوز فرس المجرة. طبعا قلت لكم بداية المقطع فرس المجنح هو خطأ، فرس المجرة. 3-2-1. طبعا إذا فاز فرس المجرة ما يحتاج الجولة الثالثة. وبس كذا انت الجولة الثانية بفوز فرس المجرة. وبس كذا وصلنا لنهاية المقطع. في نهاية كل مقطع نقول لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. وصلنا للختام، سلام.